عمري 22 سنة، خريج الكلية التقنية بنزوة. عندي دورات تدريبية كبيرة، عندي دورة تدريبية في الفوتوشوب عام 2008 من المعاهد والكليات، وعندي دورة تدريبية في الكمبيوتر. أحب الرماية، أحب السباحة، وأحب ركوب الخيل، أحب العمل، أنا نشيط، وأحب العمل الجماعي، وأريد أن أعمل في شركتكم الموقرة، وأريد أن أعمل عملاً جيداً، وأنا متعاون معكم، وأريد العمل، أريد العمل، أريد العمل، أريد العمل، I want to sleep. أنا ماجد مسعود العوفي، عمري 22 سنة، أريد العمل في شركتكم الموقرة، خريج الكلية التقنية. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي هنا المقابلة؟ ايوه هنا المقابلة، تفضل اخوي. زين، انا معكم مقابلة عندي. من اسمك؟ ماجد العوفي. اوكي ماجد العوفي، تفضل انتظر مع زملائك. من هذول؟ من فيا؟ هذول ان شاء الله بيكونوا زملائك في المقابلة. تفضل بس انتظر. ما شاء الله. عندهم مقابلة يعني هلا؟ ها؟ زين. أيوة عندهم مقابلة. دقيقة واحدة. دقيقة. تفضلي. مساء الخير. مساء النور. شو أخبارك؟ الحمد لله. أستاذ، عندنا بعد مقابلة واحدة باقية باسم ماجد العوفي. خليني انتظر بس بريك. إن شاء الله. تفضلي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استريح. استريح تفضل. زين ان شاء الله. الأخ ماجد، مرحبا. لو سمحت عرفنا بنفسك. أنا ماجد مسعود العوفي، خريج الكلية التقنية بنزوة، عمري 22 سنة، حاصل على دورات تدريبية في الحاسب الآلي، وحاصل عام 2008، وحاصل على دورات تدريبية في الكمبيوتر عام 2007. أحب العمل وأريد أعمل وأحب العمل. ما شاء الله. جيد أخ ماجد، بس خبرنا شو النقاط القوة اللي عندك، شو النقاط الإيجابية اللي يمكن خلينا نختارك أنت من بين كل المرشحين للوظيفة. والله أنا كلي نقاط قوة، أنا كلي زين الحمد لله رب العالمين. أيوة ما شاء الله شيء جيد.
ما شاء الله عليك كامل، بس لو تتكرم علينا النقاط اللي تحس فيه شيء من الضعف فيك لو سمحت. تفضل معي. وبالنسبة للنقاط ضعف، أنا ما عندي نقاط ضعف الحمد لله، كل زين. ما شاء الله عليك ما شاء الله، بس لو تسمح، ما في إنسان كامل كمان لله، عطني ولو نقطة نقطتين فقط أساس أتأكد أنك إنسان بالفعل. يعني إذا مثلا نقاط ضعف، مثال أنا أول شيء بصراحة ما أحب أنهض الصباح، ما أحب أداوم الصباح أبدا من الصباح ما أحب، أيوة ما أحب أداوم يوميا، ما أحب أداوم روتين يومي ما أحبه، ما أحب الربطة، أحب يعني يوم بعد يوم بعد يوم، ما أحب أستخدم شوية كمبيوتر، شوية ما أحب أستخدم الكمبيوتر، وبعد وآخر شيء يعني شوية أنا متردد، يعني متردد شوية يمكن إني متردد شوية. ما شاء الله ما شاء الله، الدوام الروتين والتردد شيء جيد عزيزي. إن شاء الله إذا ما ترددت في الاختيار راح تكون أنت اللي اختار بمشيئة الله. بس صحيح الأخ ما قلت، الأسئلة بالنسبة لنا خلصن خلاص، بس سؤال واحد بس، ما شاء الله ترى اليوم كشخة وطالع روعة، خبرني بس من وين جبت هذا المصاب؟ ها ها ها